هذا فيديو مستحدث لأسباب عدة. أولا، سأعرض لكم تباين العينات وهو شيء شيق بحد ذاته. أحاول تسجيل هذا الفيديو بدقة عالية وأتمنى أن تستطيعوا رؤيته بشكل أكبر وأفضل من ذي قبل، ولكن سنرى ماذا سيحدث. هذه تجربة إلى حد ما. لكن قبل أن نذهب إلى تباين العينات، أعتقد أنه من المفيد إعادة النظر في تباين المجتمع الإحصائي، ويمكننا مقارنة هذه الصيغ. تباين المجتمع الإحصائي، وهذا هو الحرف اليوناني، الحرف سيجما، الحرف سيجما تربيع، هذا يعني التباين. وأنا أعلم أنه من الغريب أن يكون المتغير تربيع، أنت لا تربع المتغير، هذا هو المتغير. تربيع سيجما يعني التباين. في الواقع دعوني أكتب ذلك، هذا يساوي التباين variance، وهذا يساوي نأخذ كل نقطة بيانات وسوف نسميها x sub i. يمكنك أخذ كل واحدة من نقاط البيانات ومعرفة مدى بعدها عن الوسط للمجتمع الإحصائي، تقوم بتربيعها ومن ثم تأخذ المتوسط للجميع. إذن تأخذ المتوسط وتجمع، ننتقل من i تساوي 1، إذن من النقطة الأولى وصولا إلى 1000 نقطة، وبعد ذلك إلى المتوسط، تقوم بجمعها جميعها ثم القسمة على n. لذلك التباين هو متوسط هذه المسافات التربيعية لكل نقطة من الوسط. ولمجرد أن نعيد الفكرة مرة أخرى، لنقل في المتوسط كم تبعد كل نقطة عن الوسط تقريبا. هذه هي أفضل طريقة للتفكير في التباين. الآن ماذا لو كنا نتعامل مع المجتمع الإحصائي؟ قلنا أننا إذا أردنا معرفة التباين بين أطوال الرجال في البلاد، سيكون من الصعب معرفة التباين للمجتمع الإحصائي. سيكون عليك الذهاب وقياس أطوال الجميع، لنقل 250 مليون شخص، أو إذا كان لكل المجتمع الإحصائي، حيث أنه من المستحيل تماما الحصول على البيانات أو بعض المتغيرات العشوائية. لذا الكثير من الأوقات التي تريد فيها فعلا تقدير هذا التباين تكون بأخذ التباين من عينة بنفس الطريقة التي يمكن أن تحصل فيها على المتوسط للمجتمع الإحصائي، ولكن ربما تحتاج إلى تقدير ذلك عن طريق الحصول على متوسط العينة، وتعلمنا ذلك في الفيديو الأول. إذا كان هذا هو مجمل المجتمع الإحصائي وتلك ملايين من نقاط البيانات أو نقاط البيانات حتى في المستقبل الذي لن تكون قادرا فيه على الحصول عليها لأنها متغير عشوائي، لذلك هذا هو المجتمع الإحصائي population. قد ترغب فقط في تقدير الأمور من خلال النظر في عينة، وهذا في الواقع ما تدور حوله معظم الاستنتاجات الإحصائية، معرفة إحصائيات وصفية حول العينة والقيام باستنتاجات حول المجتمع الإحصائي. اسمحوا لي أن أجرب هذا الدواء على 100 شخص، وإذا بدت عليهم نتائج معترف بها إحصائيا، فإن هذا الدواء سوف ينفع ربما على المجتمع الإحصائي ككل. هذا كل شيء، ولذلك فمن المهم حقا أن نفهم هذه الفكرة من عينة في مقابل المجتمع الإحصائي، ونكون قادرين على العثور على إحصائيات تتعلق بعينة للجزء الأكبر يمكنها وصف المجتمع الإحصائي، أو تساعدنا على تقدير ما يسمونه بمتغيرات المجتمع الإحصائي. اسمحوا لي أن أعيد كتابة هذه التعاريف. ما هو متوسط المجتمع الإحصائي؟ سأفعل ذلك بالأرجواني، الأرجواني للمجتمع الإحصائي. متوسط المجتمع الإحصائي، تأخذ فقط كل نقطة من نقاط البيانات في المجتمع الإحصائي XI ثم تجمعها. تبدأ بنقطة البيانات الأولى وتذهب كل الطريق وصولا إلى بيانات النقطة N، ثم تقسم على N، إذن تجمعها وتقسم على N، وهذا هو المتوسط. عندها يمكنك إدراجه في هذه الصيغة، ويمكنك أن ترى كم تبعد كل نقطة من النقاط المركزية عن المتوسط، ثم تجد التباين. الآن ماذا يحدث لو أردنا أن نعمل ذلك لعينة؟ حسناً، إذا كنا نريد تقدير متوسط المجتمع الإحصائي من خلال حساب متوسط العينة على نحو ما،
أفضل شيء يمكن أن تفكر به، وهذا نوع من الصيغ الهندسية. إذا ما هي أفضل طريقة لأخذ العينات؟ حسنا، كل ما نقوم به هو أخذ متوسط العينة، وهذا هو متوسط العينة، وتعلمنا في الفيديو الأول ذلك الاختصار. الصيغة مطابقة تقريبا لذلك، مجرد اختلاف في الاختصار. بدلا من كتابة ميو يمكنك كتابة إكس فوقها خط، متوسط العينة يساوي، مرة أخرى تأخذ كل من نقاط البيانات في العينة وليس مجمل المجتمع الإحصائي، تجمعها من النقطة الأولى حتى النقطة N. هناك N من نقاط البيانات في هذه العينة، ومن ثم تقسم على عدد نقاط البيانات لديك. إنها حقا نفس الصيغة، الطريقة التي أخذت بها متوسط المجتمع الإحصائي، قلت فيها إذا كان لدي مجرد عينة دعوني فقط آخذ المتوسط بالطريقة نفسها، وعلى الأرجح تقدير جيد لمتوسط المجتمع الإحصائي. الآن يصبح الأمر أكثر إثارة للاهتمام عندما نتحدث عن التباين. إذا لدي هذه العينة، إذا أردت تقدير التباين للمجتمع الإحصائي، لماذا لا أطبق هذه الصيغة نفسها للعينة؟ لذا يمكنني أن أقول، وهذا في الواقع تباين العينة، نحن نستخدم الصيغة S تربيع، الصيغة S تربيع. إذا سيجما حرف يوناني يعادل S. الآن عندما نتعامل مع العينة فقط نكتب S هناك، هذا هو تباين العينة. دعوني أكتب هذا، تباين العينة، sample variance، sample variance. إذا يمكن أن نقول فقط ربما أنها وسيلة جيدة لأخذ تباين العينة بنفس الطريقة، لنأخذ المسافة من كل نقطة من النقاط في العينة، المسافة من كل نقطة من النقاط في العينة، ونحاول معرفة مدى بعدها عن متوسط العينة لدينا. هنا استخدمنا متوسط المجتمع الإحصائي، ولكن الآن سوف نستخدم فقط متوسط العينة لأن هذا كل ما يمكن أن يكون لدينا. نحن لا نعرف ما هو متوسط المجتمع الإحصائي دون النظر في مجمل المجتمع الإحصائي، نأخذ تربيع ذلك، هذا يجعلها موجبة ولها خصائص أخرى والذي سوف نناقشه أكثر في وقت لاحق. ومن ثم نأخذ المتوسط لكل من هذه المسافات التربيعية، حيث نأخذها من هنا ونجمعها جميعها حتى نصل إلى N. نستخدم حرف N صغير ونقسم على N الصغيرة، نقسم على N الصغيرة. حسناً، هذا تقدير جيد بغض النظر عن ما يمكن أن يكون التباين، قد يكون هذا تقدير جيد للمجتمع الإحصائي بأكمله، وهذا في الواقع ما يشير إليه بعض الناس عندما يتحدثون عن تباين العينة، وفي بعض الأحيان سوف يشار إليه فعلا على هذا النحو، سوف يضعون إن صغيرة هناك، ويرجع السبب لذلك أننا قسمنا على إن. لنقل إذن ما المشكلة هنا؟ المشكلة، وسوف نعطي لك فكرة لأن هذا هو فعلا أمر يحير الذهن، إذا سوف أحاول أن أقدم لكم الفكرة الكامنة وراء ذلك، وسنحاول أيضا أن نثبت هذا لأنفسنا ليتأكد لنا الأمر. إذا لنفكر في هذا، إذا كان لدي مجموعة من الأرقام، إذا كان لدي مجموعة من الأرقام وسأرسم خط أرقام هنا، إذا رسمت خط أرقام هنا دعونا نقول أنكم تعرفون ذلك، ولنفترض أن لدي مجموعة من الأرقام من المجتمع الإحصائي، لذلك دعونا نقول سأقوم بشكل عشوائي بوضع مجموعة أرقام في المجتمع الإحصائي، تلك التي في اليمين أكبر منها في اليسار، وإذا تم أخذ عينة منها ربما سآخذ العينة بشكل عشوائي. في الحقيقة أريد أن أخذ عينة عشوائية ولا أريد أن أكون منحرفة في أي شكل من الأشكال، ولذلك ربما أخذ هذه وهذه وهذه وأيضا هذه. حسنا،
بعد ذلك إذا أردت أخذ متوسط هذا العدد وهذا العدد وهذا العدد، أيضا هذا العدد سيكون في مكان ما في الوسط، قد يكون في مكان ما هناك. ومن ثم إذا أردت معرفة تباين العينة باستخدام هذه الصيغة، سأقول حسنا المسافة تربيع بالإضافة إلى تربيع المسافة لهذا، بالإضافة إلى المسافة التربيعية لهذا، بالإضافة إلى تربيع المسافة لهذا ومتوسطها جميعها. وبعد ذلك سوف أحصل على هذا الرقم، ربما يكون ذلك تقريب جيد جدا. التباين لكل هذا المجتمع الإحصائي، الوسط للمجتمع الإحصائي سيكون، لا أعلم، ربما يكون هذا قريب جدا. في الواقع إذا أخذنا كافة نقاط البيانات وأخذنا متوسطها، ربما أنهم مثل هذا. وبعد ذلك إذا كان يمكنك معرفة التباين، ربما سيكون قريب جدا من المتوسط لكل من هذه الخطوط، جميع مسافات تباين العينة، أليس كذلك؟ لذلك كنت أقول أن هذه تبدو جيدة الآن. حسنا، هناك دائما احتمال بدلا من انتقاء هذه الأرقام، بدلا من انتقاء هذه الأرقام التي هي إلى حد ما موزعة بشكل جيد في العينة، ماذا سيحدث لو كنت اخترت هذا العدد، هذا العدد، وهذا العدد، ولنقل هذا العدد كعينة؟ إذن بغض النظر عن عينتك، متوسط العينة الخاصة بك دائما سيكون في منتصف ذلك. إذن في هذه الحالة متوسط العينة الخاص بك قد يكون هنا. إذن كل هذه الأرقام قد تقول حسنا هذا العدد ليس بعيدا جدا عن هذا العدد، هذا العدد ليس بعيدا جدا، ومن ثم هذا العدد الذي ليس بعيدا جدا. لذا تباين العينة الخاص بك عندما تقوم به بهذه الطريقة قد يبدو منخفضا قليلا، لأن كل هذه الأرقام إلى حد ما هي تقريبا بحكم التعريف سوف تكون قريبة جدا من متوسط بعضها البعض، ولكن في هذه الحالة العينة الخاصة بك ستكون منحرفة قليلا، والمتوسط الفعلي للمجتمع الإحصائي هنا في مكان ما. لذا التباين الفعلي للعينة، إذا كنت حقا تعرف المتوسط، أعلم أن هذا مربك قليلا، إذا كنت فعلا تعرف المتوسط فإنك سوف تجد هذه المسافات التي كان من الممكن أن تكون أكثر بكثير. إذا مقصد هذا الذي أقوله أنه عندما تأخذ عينة هناك بعض الفرص في أن يكون متوسط العينة الخاصة بك قريب جدا من متوسط المجتمع الإحصائي. ربما متوسط العينة الخاصة بك هنا ومتوسط المجتمع الإحصائي هنا، ومن ثم هذه الصيغة سوف تعمل على الأرجح بشكل جيد جدا، على الأقل نظرا لنقاط بيانات العينة الخاصة بك وإيجاد التباين. ولكن هناك فرصة معقولة في أن يكون متوسط العينة الخاصة بك دائما ضمن عينة البيانات الخاصة بك. صحيح، دائما سيكون المركز لعينة بياناتك، ولكن من الممكن تماما أن يكون الوسط للمجتمع الإحصائي خارج عينة البيانات الخاصة بك. قد يحدث ذلك لانتقائك لتلك التي لا تحتوي على متوسط مجتمع إحصائي فعلي. ومن ثم تباين العينة المحسوب بهذه الطريقة سوف يقلل حقا من تباين المجتمع الإحصائي الفعلي، أليس كذلك؟ لأنها ستكون دائما أقرب إلى متوسطها منه إلى متوسط المجتمع الإحصائي. على أي حال، إذا كنت تفهم حتى 10% من هذا فأنت طالب إحصائيات متقدم جدا، ولكن أنا أقول كل هذا لمجرد إعطائك بعض الحدس لإدراك أن هذا سوف يقلل غالبا هذه الصيغة كثيرا ما سوف تقلل من تباين المجتمع الإحصائي الفعلي. وهناك صيغة وأثبت فعلا أنها أكثر صرامة مما سوف أقوم به، والذي يعتبر
أفضل، أو ربما سوف نطلق عليه تقدير غير منحاز لتباين المجتمع الإحصائي، أو تباين عينة غير منحاز، وفي بعض الأحيان يشار إليه بواسطة أس تربيع، وفي بعض الأحيان بواسطة هذا أس سب إن ناقص واحد تربيع، وسوف أشرح لك لماذا هو تقريبا نفس الشيء. تأخذ كل نقطة من نقاط البيانات وتوجد بعدها عن متوسط العينة، ومن ثم نقوم بتربيعها، ثم تأخذ متوسط تلك التربيعات باستثناء الاختلاف الطفيف من I تساوي 1 إلى N، وبدلا من القسمة على N نقسم على n ناقص واحد، عدد أصغر بقليل. يمكنك القسمة على n ناقص واحد، لذا عندما تقوم بالقسمة على n ناقص واحد بدلا من القسمة على n ستحصل على عدد أكبر قليلا هنا. واتضح أن هذا في الواقع تقدير أفضل كثيرا، وسأقوم بإعداد برنامج محوسب يوما ما لأثبت على الأقل ذلك لنفسي عن طريق التجربة بأن هذا هو أفضل تقدير للتباين للمجتمع الإحصائي. ويمكنك أن تقوم بحساب ذلك بنفس الطريقة، فقط اقسم على n ناقص واحد. طريقة أخرى للتفكير في ذلك، في الواقع لم يتبقى وقت، سأترككم هنا، ومن ثم في الفيديو التالي سوف نقوم باثنتين من العمليات الحسابية، فقط لكي لا أربككم بهذه الأفكار، لأننا نتجه قليلا نحو التجريد. أراكم في الفيديو التالي، إلى اللقاء.